وهذا سائل يقول: ما حكم متابعة المسلسلات التاريخية؟ بس من هو اللي يلقي المسلسلات التاريخية؟ الكلام على اللي يلقيها، لأن الآن صار جهال يأخذون هذه الأشياء ويسجلونها ويلقونها، وهم جهال ما يعرفون الصحيح من الباطل، ولا يعرفون الحق من لا يعرفون الصواب من الخطأ. وليس كل ما ذكر في التاريخ يكون صحيحا، خصوصا في حق الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. فما كل من سجل شيئا من التاريخ يقبل حتى يكون عالما. إذا كان الذي سجل من العلماء الموثوقين بالعقيدة الصحيحة والعلم لا بأس، أما أي واحد يسجل ويبيع على الناس يبيع الدراهم أو يدعي أنه عالم ويضلل الناس، هذا أمر لا يجوز.